الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه قال في صحيحه وما زلنا مع كتاب المناقب وما زلنا مع باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحسن بن الصباح. نعم حسن بن الصباح من الثقات الأثبت. قال حدثنا محمد بن سابق وهو من الثقات أيضا الأثبت. قال حدثنا مالك بن مغول وهو من رجال الصحيح. قال سمعت عون بن أبي جحيفة. الله يرضى عنك حاتم حظك ربي أن تتلمس حتى تقاسيم الوجه تعبيرا لفراستك زادك الله لا تعلم كم أحبك في الله حاتم رضي الله عنك وأدامك على الخير أحبك الله أسامي رضي الله عنك نسأل الله أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عون بن أبي جحيفة هو من التابعين يروي عن أبيه صحيح ليس من الصحابة هو من التابعين نعم. ذكر عن أبيه رضي الله عنه وأبوه أبو جحيفة اسمه نعم. اسمه وهب بن عبد لا وقيل وهب بن وهب بن وهب وهب بن وهب نعم رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه. قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأقطح في قبة كان بالهاجرة خرج بلال رضي الله عنه فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه رضي الله عنه ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيس ساقي الله. قال فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرء ممتاز. وقال حدثني الحسن بن صباح البزار نعم قال حدثنا سفيان سفيان هذا الثوري وحسن بن صباح البزار من الثقات الأثبات سيدنا خلقت في نسختي ابن عينة ابن عينة خلاص أنا المخطئ يبقى ابن عينة. قال عن الزهري رضاك كريم أنا أحب جدا حاتم حقا الزهري أمير المؤمنين في الحديث عن عروة عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة وهو من هو من الفقهاء السبعة وهو أيضا كان تقيا نقيا فقيا محدثا صواما قائما يصوم يوما ويفطر يوما ويقيم الليل. عن عائشة رضي الله عنها وعائشة سيد نساء العالمين أعلم النساء الإطلاق من السبع المتنى عن النبي الأمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي صبحتي ولو أدركته لوددت عليه إن رسول يعني كانت أسبح يعني أصلي الصبح كانت تصلي النافلة. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وهنا ختاما لباب أن المناقب في أوله أن بلال رضي الله عنه خرج ينادي بالصلاة ثم دخل فخرج فأخرج فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه بأبي هو وأمي نعم فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه يعني وكانوا يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أن التبرك صحيح في هذا الباب هو التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم كلية التبرك بذاته المباركة التبرك بأثاره وأيضا بأثار وضوئه غسله حتى الشعر الذي يعني يقصه كانوا يتبركون به فشوف وقع الناس عليه يأخذون منه تبركا واستشفاء لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم ونام على الوسادة الوسادة عصرتها ففزع ما تفعلين فقالت يا رسول الله عرق النبي نستشفي به عرق النبي نستشفي به فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث البول حديث أنها شربت بوله وقال أين وضعتي قالت هنا في بطنها فهذا حديث الموضوع ما صح باطل. وحديث أيضا حديث الدم حديث عبد الله بن زبير أنه قال أين وضعته قال هنا في مكان لا يستطيع أحد أن يدخل إليه وهذا أيضا لم يصح حديث ضعيف. هاني جزاك الله خير رحمة الله عليك. لكنهم كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت يعني إذا بس خوارق وقعت في يد أحد منهم جلد مسح بها جلده ووجهه وبصره تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا وقع الناس يأخذون منهم من وضوء النبي فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل فأخرج العنزة وهذا على حال النبي وذلك البخاري بين ذلك أنه كان يرد أن السلام كان يركز له العنزة في الخلاء فيصلي إليها وهذا قاله ابن عمر رضي الله عنه هذه من دأب النبي لذلك تفهم حديث ابن عباس أنه قال صلى لغير جدار فنقول نفي الجدار ليس نفي للستر صلى لغير جدار ما قال صلى لغير سترة ما قال صلى لغير سترة
وهو كانت تركز له العنزة في الخلا دائما تركز له العنزة فيصلي إليها، والعنزة رمح رمح يركز ويصلي مسافة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لو مر خلف العنزة أي أحد لا يؤثر ذلك في الصلاة. لذلك قال بأنه صلى الظهر ركعتين وكان مسافرا في الحج، والعصر ركعتين يمر من بين يدي الحمار والمرأة. شوف قال يمر من بين، وهذا دلالة أيضا فيها إشارة إلى 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 أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود أنها على بابها. لذلك هنا شوف قال يمر، نتعجب يمر النساء الحمار والمرأة من بين يدي، يعني من بين يدي الستر، يعني من بين يدي السترة من وراء السترة تمر، وفيها السترة وقد قال بها بوجوبها ابن حزم خلاف الأئمة الأربعة لأن قالوا بأنها هيئة فتستحب. شيخ محمد بالله تسامحني وتعذرني، أنا نسيت نسيانا تاما من شدة الضغط علي، وسأتصل بك أعتذر عن سوء أدبي بعد الاتصال. استدل ابن حزم هذا الحديث على وجوب السترة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقطع الشيطان عليه الصلاة، وهو مأمور أن يحافظ على صلاته، والوسائل لأحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا جميل جدا من ابن حزم في هذا الباب، ولو قال أنها السترة واجبة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فليصلي لا من الأمر، فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وفيها الثوب يرفع إلى 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 نصف الساق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل وأمر به أن يرفع الثوب إلى نصف الساق، أن يرفع الثوب إلى نصف الساق. نعم. قال وإلا فإلى الكعبين، لكن تحت الكعبين لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين في النار، وقوله الإسبال مخيلة، الإسبال مخيلة. أنا عايش أن النسوم كان يحدث حديثا لو عده العدل أحصى، لأن النسوم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم كان تكلم ثلاثا، لأن المراد من الكلام أن يفهمه من يسمعك وأن يدركه من يسمعك. ونعم تؤول بالمحكم أنها من وراء الستر، فكان يحدث حديثا لو عده العد لا أحصى. وأنا عايش بنبل خلقها لم تذكر من الذي أرد أنت أن تراجعه فيما في طريقة تحديثه، وهو أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كان يقول أشهد يا صاحبة البيت، وقال تعالى أرجوك أبو فلان جاء فجلس إلى جانب حجرتي على أبو هريرة على أبي هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح فقام قبل أن أغدو صحتي. يعني كان بيفعل ذلك من أجل أن تقر أو تنكر عليه، وكادت تنكر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعد العد يعني وحسب حسابا قد أحصى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلت يسلم ثلاثا يتكلم ثلاثا وكلامه كان فصلا. فقالت أبو هريرة كان أسرع ومرة واحدة فخالف الأصل في ذلك، ولذلك قالت لم يكن يسرد الحديث كسردكم، لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وهذا فيه من المسائل مراجعة المفضول، عرض المفضول علمه على الفاضل وإقراره أو إنكاره، وهذه فيها دلالة على أنه الرجوع إلى الأرسخ وهذا هو الأصل، فكان يرجع لها ويقول إذا وافقته وافق واستمر وإلا إلا 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 حول. ومن الحديث أيضا علم المرأة وأنها قد تتقدم على الرجال، وعائشة رضي الله عنها أرضاها أعلم النساء على الإطلاق. وفيها عرض العلم على المعلم ليقره أو يصحح له. وفيها أن ما مر من بعد السترة لا يؤثر في الصلاة لا سلبا ولا نقصا ولا أصلا. المزبط مقدم عن نافع وقال ما كان يرفع يده إلا في الاستسقاء، وورد أدلة محكمة أنه كان يرفع يديه حتى أصلا في غزوة بدر وفي غيرها كان يرفع يديه. النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، كان لا يجابه أحد بما يكره، حتى الطعام يقدم له فإن أعجبه أكل وإلا تركه. النبي أبعد الناس عن الانتقام لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله. مخالفة اليهود دين ندين الله به، أجر عظيم. قالت سرور والتزر فإنهم لا يتزورون ولا يتسرون. ما من نبي إلا أبعث الله في خيرة قومه. العمل بالقافة عند عدم وجود البينة. الحسن أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان الإنسان يصبغ على الصفر. من رأى النبي لابد أن يطابق وصفه، كان ربعة، كان أبيض مشروع بحمرة إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصبر على الدعوة لله، 10 سنوات يقيم بمكة وبالمدينة ويؤسس الدولة وأيضا يصحح العقائد. أعطى الله نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما أعطاه
كثير من الأنبياء الجمال والمعجزات التي أوتي بها موسى وإبراهيم، كل ذلك كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.